السعودية، وعندنا بروتوكول تعاون يكون موقع بين الوزارة وبينهم. وطبعا راح يكون وفد رفيع من الوزارة ومن نجوم وشخصيات أكاديمية ورياضية عراقية، بها الاتحاد، بها اتحادات غير اتحاد كرة القدم، اتحادات أخرى، وأيضا اللجنة الأولمبية. طيب أنا مهدت يعني أكو اتصالات وأعرف أنه أكو موافقة أولية، ولأول مرة يمكن راح أحكيها. إن شاء الله هدعو المنتخب في المملكة العربية السعودية للعب بافتتاح ملعب النجف الأشرف الدولي. أها إن شاء الله يعني أمام المنتخب الوطني العراقي راح تكون مباراة ودية بعد أن نستحصل موافقة الفيفا إن شاء الله. والمنتخب السعودي كموافقة مبدئية هو يعني أنا بزيارتي راح أطلب، فبعد أن يعني ننهي الاتفاق إن شاء الله راح أطلب من الفيفا أن ينطون هذه الموافقة حتى تكون الافتتاحية بحضور الفريقين. طبعا جميل، شخصيات كثيرة من الفيفا والاتحاد الآسيوي يريد يحضرون بافتتاح ملعب النجف، يعني هم طلبوا يحضرون، فأتصور حيكون افتتاح كبير. هم تحتاجون دعم حكومة في هذا الجانب، جانب التأثير على المملكة العربية للحظة. ما مقصرة، لا هو شوف التقارب السياسي اللي صار بين المملكة وبين العراق أكيد هذا. والشيء الثاني هو التطور الحاصل بال يعني بالقطاع الشباب والرياضي في العراق وتأثيره وعلاقتنا. أنا من يعني من فترة استلامي مسؤوليتي في الوزارة كانت علاقتي جدا جيدة مع كل وزراء الشباب العرب نعم، وكنت تواصل يعني تواصل تليفونات ورسائل بشكل